نتحول مع حضراتكم الآن إلى اتصال هاتفي أيضا لمزيد من المتابعة والتحليل من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من ولاية كاليفورنيا. دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أشرف، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. دكتور أشرف، يعني هناك اهتمام ليس فقط بعربي بهذه الزيارة وبمخرجاتها، لكن نلاحظ أن وسائل الإعلام الدولية هناك اهتمام دولي كبير بهذه الزيارة وانعكاسات هذه الزيارة في تعظيم العمل العربي المشترك، خاصة أنها تأتي قبيل عقد قمة عربية في الجزائر. قراءتك ومتابعتك للاهتمام الدولي بهذه الزيارة. التعاون المصري الجزائري بيشغل طبعا اهتمام الأوروبيين بشكل كبير، باعتبار أن قوة الجزائر وقوة مصر يعني قوتين داعمتين للعمل العربي المشترك، وبخاصة في شمال أفريقيا الذي تعرض منذ طبعا 2011 إلى انكسارات كبيرة، ومعزلة هذه الانكسارات موجودة أمامنا في الأزمة الليبية المستمرة، والترتيب الجزائري المصري طبعا لعقد الانتخابات ومساعدة ليبيا على أن تعود دولة مهمة في الشمال الأفريقي. الجانب الآخر، الشعوب لها يعني ذاكرة الصديق وقت الشدة. الجزائر يعني دعمت العمل العربي المشترك ودعمت مصر، وكان في آخرها طبعا في حرب 1973. الخروج من هذه الذاكرة للدعم بتخلي أن الرئيس السيسي والرئيس الجزائري حتى في مطار القاهرة عند نزوله يعني على أول دقيقة هناك محادثات قبل الوصول إلى غرفة اللقاء، يعني معنى أن هناك تلاحم وحب أخوي ولقاء مهم لترتيبات تسعى مصر والجزائر إلى الاتفاق عليها، كما اتفقوا على كثير من الموضوعات التي تمس أمن وشمال أفريقيا. مهمة قوي لفرنسا، طبعا دولة مهمة جدا لمصر وإلى الجزائر، أن ترى هذا التقارب، باعتبار أن فرنسا ومصر اتفقا على سياسات لحماية المتوسط وأمن المتوسط، وكان طبعا آخرها المناورات الفرنسية المصرية. طبعا الجزائر الانفاق الدفاعي زاد لها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وده مهم للحفاظ على الأمن في شمال أفريقيا، وده بيدعم طبعا وجهة نظر المصرية في حماية الأمن في ليبيا أيضا، باعتبار أن هناك قوة خارجية كانت تحاول أن تتدخل، ولكن الرؤية المصرية الجزائرية هي أن الجزائر ومصر تبقي شمال أفريقيا في حلول وبأيدي قادة شمال أفريقيا، وليس بتدخلات خارجية لمرتزقة أو إرهابيين. فاتفاق مصر والجزائر على مكافحة الإرهاب، وقف انهيار الدول، الدخول في خلخلة سيادتها، كل هذه أمور تتفق عليها مصر والجزائر بشكل كبير. نعم، يعني الإرهاب أيضا هو ملف مهم على طاولة الرئيسين. التعاون الأمني، يعني هذه الفكرة الأشمل والأوسع بين البلدين، هناك تقارب أمني طبعا كبير، وبالتأكيد هو سيقطع الطريق على بعض الأجندات المشبوهة لزعزعة استقرار المنطقة. طيب، يعني منذ قليل دكتور أشرف كان معي سيادة السفير محمد العرابي، وكان يتحدث عن مبادرة كانت من الجزائر لحل قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال علاقات طبعا الجزائر مع إثيوبيا والسودان ومصر. إلى أي مدى هذه الزيارة تأتي لتنشيط وإحياء هذه المبادرة الجزائرية لحلحلة هذه القضية برأيك؟ هي طبعا جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتح لكل المبادرات لحل مشكلة أزمة سد النهضة بالطرق القانونية والدبلوماسية. طرح الجزائر طبعا طرح مقبول، لأنه بيقدم توازنا
ويتفق مع وجهة النظر المصرية في إدارة الموارد المائية بشكل قانوني عادل دون الضرر لمصر، والحفاظ على التنمية في أثيوبيا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة. التحضير لقمة جامعة الدول العربية في الجزائر طبعا موضوع سد النهضة لن يكون بعيدا، وبالتالي يعني دعم الجزائر كدولة عربية تقرأ جيدا بأن الدول العربية شاملة كافة يتضامنون مع مصر، وهذه قوة طبعا الدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ تولي السلطة الآن 8 سنوات جعل من مصر دولة مشرقة مركزية مهمة، وحينما أن تكون قويا في الإقليم يسعى كل الدول أن تتقارب وتتلاقى معك، هذه هي سنة السياسات الدولية. وبالتالي قوة مصر الآن قوة تجعل حتى من الدول الأفريقية أن تقترب وأن تقدم دعما للملف المصري. الأثيوبيين في موقف سيء جدا باعتبار أن حروبهم الداخلية وصراعاتهم تؤكد على أنهم يجب أن يصلوا إلى اتفاق عادل مع قوة إقليمية كبيرة كمصر دون استعراض لقدرة على أنها تمنع المياه أو تقلل منها، هذا أمر غير محبوب. الجزائر لها طبعا تأثير دبلوماسي في أفريقيا لا ننكر ذلك، بقوتها طبعا الاقتصادية وقوتها العسكرية التي لا تنكر أيضا، وبالتالي من الحماقة لأي صانع سياسة في أثيوبيا أن يعارض قوة الدفع التي تأتي من القاهرة ومن الجزائر ومن السعودية ومن الإمارات في يعني عمل غير عقلاني ببناء سد غير قانوني يحتجز مياه لتعطيش المصريين، وهذا أمر لن توافق عليه مصر، لن توافق عليه الجزائر، لن توافق عليه الأمة العربية. هذه رسالة واضحة، الرئيس الجزائري سيطرحها مرة أخرى على الإثيوبيين وسيتطرح بشكل قوي في اجتماع جامعة الدول العربية. صحيح، والعمل الدبلوماسي المكثف بين الدولتين كان يعني طوال الوقت حلقة وصل دائمة بين الدولتين مصر والجزائر. أشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية.